اهم من الحديث التواكل والاعتماد على ايه؟ على الجهات الخارجيه. انا بيجي لي فلوس من السعوديه او من الخليج او من مصر او من كذا، او انا نايم في المبلط في الخط. غلط. واخد بالك؟ التمويل الموجه لما حصلت ثورات الربيع العربي نزل بعض المؤسسات من دول غربية كان بتنتقي بعينها أفراد مش جمعيات، أفراد تعمل معهم الشغل، واخد بالك؟ المواجهة. المنظمات الدينية التبشيرية المجتمع بيرفضها، سواء كان اللي بيفرض على الناس ثقافة معينة أو قيمة معينة أو فقه معين. لا، ربنا بيقول لك لا كراهة في الدين يا اخي، خلي خدمتك تحبب الناس فيك، واخد بالك؟ الانتقائيه في الفئات المستهدفه، انا بس حدي السنه او حدي السلفيين من السنه او حدي الصوفيين اتباع الشيخ فلان من السنه او حدي الشيعه المعينه او حدي كذا او حدي كذا او حدي كذا او حدي كذا او حدي من ده، خطر. الانتقائي خطر. بعد كده دي بعض الاجراءات، دي اربع محاذير احنا قلناهم كده، واخد بالك؟ في اللي بعد كده هو الاجراءات اللي بتتخذها لتغذيه الايجابيات وتجاوز السلبيات. اول حاجه الجهات الرسميه لابد ان تعرف حقيقه المؤسسات الدوليه. بيشتغلوا ازاي؟ بيعملوا ايه؟ بيودوا ايه؟ وهماش عليها جايين من ايه؟ من كوكب اخر. بتشجع المنظمات الدوليه على العمل في المجتمع من خلال التسويق. واخد بالك؟ اليات التنسيق زي ما كنت بتكلم، انت بتعالج بيها اشياء، بالك؟ قوانين تحدد مسؤوليات والواجبات على شركاء التنميه. لازم يكون عندي قانون اتبعه، لازم يكون عندي اليات لمراقبه الجمعيات وتفعيل الجمعيات، مش فقط مراقبه الجمعيات، انا اراقب وافعل. استحداث بوابه تمر عبرها كل المؤسسات الدوليه اللي هو جايه بقى بتفرض ثقافه معينه علينا احنا، واخد بالك؟ المؤسسات دي اللي جايه من بره بنعرف تحديد احتياجات اولويات المجتمع وتوجيه المؤسسات الدوليه، كله على المؤسسات ايه؟ الدوليه. خلي بالك احنا بنتكلم فيها على المؤسسات الدوليه، خايفين من بعض المؤسسات الدوليه تغير ثقافه المجتمع الى اخره. واشتراط الشراكه ما بين المؤسسات الدوليه والاخرى المحليه. يبقى علشان نعمل مع المؤسسات الدوليه لابد نضع معايير، نضع اطر، ونضع قوانين تسمح لنا بقبولها ومراقبتها والتعامل معها دون ايه؟ دون فقد الهوية الشخصية والثقافة المجتمعية للمواطن. خلي بالك من دي، لأن المانح ها بيفرض ثقافته بطرق ناعمة عليك أنت. واخد بالك؟ بيفرض معاييره بطرق. يقول لك ده جزء من الإيه؟ من المشروع. تعمل كذا، جزء من المشروع تعمل كذا تعمل كذا. فأنا بقول إيه؟ هتناقش معاه، مش أنا هنفذ؟ هتناقش معاه. لا انا عايز امشي دي وده مش هينفع عندنا. ده بالنسبه للعلاقه مع المؤسسات الدوليه. كذلك هنا بقول لك التقارير الدوريه المشاريع، انا كمؤسسه كحكومه عايز مؤسسه منك انت، جيت منحتك الرخصه تديني تقرير دوري، افرض على المؤسسات الدوليه تبني قدرات المؤسسات المحليه. ان انا مش عايز المؤسسات الدوليه تقعد في 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 في, 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 في اثيوبيا مثلا 100 سنه. لا، انا عايزك في خلال 10 سنين 15 سنه اللي جايه تبني قدرات 10,000 شاب وشاب، واخد بالك؟ يبقى ده جزء من البرنامج بتاعنا، بناء قدرات للمجتمع المحلي، واخد بالك؟ فرض نسب من الموارد المخصصه لاي مشروع، بناء قدرات محليه زي ما قلناها دي برضك. بعد كده اتباع اساليب المشاركه المجتمعيه. معناها هنا ايه بقى يا رجاله؟ معناها ان بيحدد المشروع من تحت لفوق. يعني انا بروح للحاره وبروح للقرية وبروح للشارع علشان المستفيد هو صاحب الاحتياج. بنسميها احنا ايه؟ المشاركة المجتمعية ولا بارتيسيباتري ابروتش. باخد المشكلة منه هو، لأن المرض بيجيله والحاجة بتجيله والإمكانية ما عندوش، فلازم هو اللي يقول لي أو هي اللي تقول لي أعمل إيه؟ وبطلع من تحت كده هو لغاية ما يطلع قرار بعمل مشروع بناءً على حاجة المواطن المحتاج، اللي هو مش قاعد في المكتب، لو قاعد في ايه؟ في الشارع او في المخيم او الى اخره. مراقبة والتدقيق والتقييم مهمة جدا.
مشاركة الجامعات الأهلية في كافة هذه المراحل. طبعاً الجامعات الأهلية في كل الأشياء دي كلها لابد تكون شريك. ما تجيش أنت كدولة كجهة مانحة نزلت بالباراشوت من السماء وعملت كل حاجة ومشيت، لا، بتشاركك من الألف للياء. حاجتها بتعملها لأنت. كل الأشياء دي بتكون أنا شريك معاك محلي، ها، داخل معاك في رسم المشروع من الألف للياء، ثم في تنفيذ المشروع، ثم في مراقبة المشروع واكتسابة التقرير عن المشروع. بعد كده ده واحد متعرفوش فنحن بس نختم بكلمة ان احنا ايه فرض عين علينا ان نعمل كذا حاجة، نبني مجتمعنا من تحت لفوق. مؤسسات المجتمع المدني هي القاعدة الرصينة التي تبنى فوقها الدول القادرة على صناعة الحضارات. دي نمرة واحد. المواطن هو المحور الذي تدور حوله الدولة، إنما أنشأت الدولة من أجل المواطن. نعم، أنشأ المجتمع وقام المجتمع من أجل المواطن الفرد. فلابد أن يكون شريك في كافة المجالات المجتمعية، تأخذ من الحكومية وبعد كده السياسية وبعد كده الايه مؤسسة الدولة. دي نمرة اثنين. الدولة التي تعتقد أنها قوية لأنها عندها ميزانية كبيرة، هذه دولة يعني مصابة بالغباء الفكري. عمر المال ما يدل على نمو أي دولة. عمر الميزانية ما تدل على نمو. النمو هو بدور وقوة مؤسسات المجتمع المدني في حماية الوطن من الداخل ومن الخارج، وفعالية المواطن. وقلنا قبل كده ان الانبياء والرسل هم اصلاحيين مدنيين اجتماعيين، وان مؤسسات المجتمع المدني المسجد والكنيسة والاخر وهي مؤسسات المجتمع المدني، وان المجتمع المدني مؤسسته هو المواطن المدني لا يستعني لكم كل الاشياء، والعسكري والامني لهم كل الحقوق المدنية لكن لا يستطيع ادارة مؤسسات المجتمع المدني على الاقل في مرحلة معينة مراحل بتاعته. وجزاكم الله خير. اسئلة لو في اسئلة عايزين تقولوها.